السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مرة أخرى في قناة هاني أم يحيى. اليوم كما شفتوا في العنوان جيتكم بموضوع جديد اللي هو كيهم أصحاب القنوات. بزاف ديال الناس كيتسألوا إذا كان عندي فيديو في حقوق الطبع أو النشر فشنو ندير، ما بغيتش نحذفه ولكن بغيت نخليه وما يبقوش فيه حقوق الطبع والنشر. اليوم جبت لكم فيديو غادي نصايبو حداكم مباشرة في هذا الفيديو هذا من الأول حتى الأخر. بالعالي غادي نتعمد هذا المقطع هذا اللي كتلاحظوا معايا دابا في الصورة، غادي نتعمد أنني ندير عليه واحد الموسيقى اللي فيها حقوق الطبع والنشر باش يعطوني كوبي رايت، وغادي نوريكم طريقة باش ما نخليش فيه حقوق الطبع والنشر بلا ما نحذفو. تبعوا معايا. أول حاجة هنايا هذا هو التطبيق ديال انشوت اللي فايت شرحته لكم اللي كيجي ساهل في الخدمة. اختارت هاد الفيديو هذا عادي هكا عادي، غادي ناخدو غادي نمشي لبلاصة الموسيقى وغادي ناخد أغنية. خديت الأغنية التركية حطيتها في هاد الفيديو هذا بالعاني باش يعطوني حقوق الطبع والنشر ونشرح لكم. كما كتلاحظوا دابا صافي هاد الفيديو هذا لا فيه حقوق الطبع والنشر، غادي ندير اوكي، غادي نمشي نخبيه وندلو سوفو غاردي ونخلي عندي. كما كتلاحظوا ها هو لا فيديو ديالي صافي، ها هو كيدخل عندي في الكالوري عندي في التليفون، ومن غادي يتكمل تيليشارجي مزيان غادي نحطو في اليوتيوب. وكما كتلاحظوا ها هو الفيديو ديالي صافي، ها هو واجد ودخل عندي في التليفون. دابا غادي نلوحو في اليوتيوب، نمشي ليوتيوب نيشان، غادي ندخل ليه وغادي نمشي القناة ديالي هنايا في الجانب كما كنعرفو كاملين فوتخو شين. صافي هذه هي الجهه ديال القناه ديالي كما كتلاحظوا معايا. غادي نهبط لهاد البلاصه ديال الزائد، ها هي لتحت هنايا في الشاشه، نضغط على زائد غادي يعطيوني ميتخون ليني اون فيديو واش نحط لا فيديو باسي او ديريكت حطو ديريكتومون اولا ندير كري ان بوست نحطي واحد البوست في قناتي. انا غادي نمشي لهاد الاولى هذه نضغط عليها، غادي يعطوني هنا شنو غادي نختار. الفيديو اللي صايبت معكم في المونتاج في انشوت هو هذا اللي فيه 30 ثانية، غادي نضغط عليه هذا هو الفيديو ديالي. دابا غادي نمشي نختار ليه واحد العنوان، هما عاطيني هنايا شوازي ان تيتر، فغادي ندير فقط فيديو تجريبي. درتو غير باش نجربو معاكم مباشرة، حيت الصراحة لما درت هكا ما غاديش تفهمو بالضبط، خصوصا البنات اللي عاد بادين وحالين القنوات ديالهم. هنايا غادي ندير نو، عطاوني واش فيه الأطفال حقوق الأطفال أو لا، يعني أي فيديو خصك ضروري ديري نو أو لا وي. غادي ندير ميتر أون لين باش يتحط ليا في اليوتيوب. صافي دابا غادي يتحط ليا في اليوتيوب ونكمل معاكم. دابا كما كتلاحظوا ها هو غادي ليا اليوتيوب، فيديو قصير صراحة ما كاملش دقيقة، دغيا غادي يوصل اليوتيوب. متابعيني كما كتلاحظوا هذا هو لا فيديو اللي حطيت في اليوتيوب، هانتوما كتلاحظوا عطاوني فيه حقوق الطبع والنشر. غادي تقولوا لي كي درتي عرفتي فيه حقوق الطبع والنشر قبل ما يصيفطوا لك الميساج؟ قبل ما يصيفطوه ليا فالطريقه اللي كنعرف بها انها فيها حقوق الطبع والنشر هي هاد العلامه هذه اللي في التيليشارجي. الى لقيتو هاد السهم ديال تيليشارجي ضاربين لكم عليه فهذا يعني ان هاد الفيديو هذا ديالكم فيه حقوق الطبع والنشر، هذه مفهومه. غير تشوفوا هاد السهم هذا فهذا يعني ان الفيديو ديالكم ما يمكنكمش تربحوا منه نهائيا. ندوزو نشوفوا الرساله اللي وصلتني ديال حقوق الطبع. اذا متابعيني الفيديو ديالي صافي تحط في اليوتيوب، ودابا ها هما صيفطوا لي جيميل في البلاصه صيفطوه لي، هما قالوا لي عندك كوبي رايت، هما كتبوا لي لتحت الكوبي رايت عندي في الاغنيه التركيه، ها هي كتبوا لي العنوان ديال الاغنيه. اذا شنو خاصني ندير؟ ما بغيتش نحذفو، انا مثلا عجبني الفيديو بغيته او لا عندي فيه سويعات مثلا مجموعين او لا شي حاجه، فتبعوا معايا الطريقه باش غادي نتخلص ان شاء الله من الكوبي رايت. تبعوا معايا. اول حاجه متابعيني غادي نمشي لجوجل كروم، كما ديما فيه كنصايب جميع الفيديوهات ديالي. كما كتلاحظوا هادو هما لي فيديو اللي حاطه انا في اليوتيوب، لاحظوا معايا هاد لي فيديو هادو اللي حاطه قبل كلهم فيهم الدولار اخضر. الدولار اخضر يعني ممكن تخلص عليه، ممكن ناخد عليه الارباح، ما عندي فيه حتى شي مشكل. اسمحوا لي، يعني هاد الدولار الاخضر هذا يعني ممكن ناخذ الارباح ديالي من لا فيديو. هنا لاحظوا في هاد لا فيديو جديد عطاوني الدولار احمر،
يعني ما غادي نربح منه والو، واخا يكونوا فيه الاعلانات فما غادي نربح منه حتى شي حاجه حتى نتخلص من هاد حقوق الطبع والنشر. لاحظوا معايا انا ما ندير لا سوبريمي لا حتى شي حاجه، غادي نمشي نيشان، غادي نضغط على يتضمن الفيديو مطالبه بالحقوق، غادي نضغط عليها، غادي نضغط على الاطلاع على التفاصيل. تبعوا معايا مرحله بمرحله وان شاء الله ما غاديش تحذفوا كاع لي فيديو ديالكم اللي عندكم فيهم حقوق الطبع والنشر. ها هما عطوني هاد لاباج هادي، تبعوا معايا مزيان، ها هو الفيديو انا اللي حطيته هو هذا. ها هما عاطيني بان المشكل عندي في الموسيقى ماشي في الفيديو، فقط المشكل عندي في الموسيقى اللي هي تركيا. غادي تمشيو لهاد الجهه هادي، اجراء اختيار اجراء، غادي نضغطوا عليها، غيعطيوك هاد ثلاثة ديال الاختيارات. الاختيار الأول استبدال الأغنية، يعني تحيدي هاد الأغنية التركية ودير أغنية أخرى. الاختيار الثاني أنك تكتمي الصوت نهائيا، يبقى الفيديو ديالكم بدون صوت يعني فقط الصورة، أو لا ديرو اعتراض. هاد الاعتراض فوقاش كنديروه؟ أنا سبق لي درتو، كان الفيديو ديالي ما فيه حتى شي حاجة، كل شي مزيان، موسيقى هي هاديك، وعطوني فيه حقوق الطبع، فانا مشي درت اعتراض لان فعلا لا فيديو ديالي ما فيه حتى شي مشكل، والحمد لله اليوتيوب قبل لي الاعتراض ديالي وخلى لي لا فيديو. هنا ما يمكنليش ندير اعتراض، علاش؟ حيت فعلا هاد الاغنيه التركيه عندها المالكين ديالها، عندها المالكين ديالها وفيها حقوق الطبع والنشر. لهذا مثلا ما بغيتوش تحيدوا الصوت نهائيا وبغيتو تبدلوا بشي اغنيه واحده اخرى، غادي تضغطوا على استبدال الاغنيه. هنا اليوتيوب غادي يعطيني الموسيقى اللي ما فيهاش حقوق الطبع والنشر، يعني عطاني عده اختيارات وخاصني نختار الاغنيه اللي بغيت انا. هنايا غادي يخرجوا لي الاغاني اللي ممكن ندير، كما كتلاحظوا ها هما الموسيقى اللي يمكن لي ندير. الا بغيتوا تشغلوها تسمعوها بعدا، غادي تضغطوا على هذا الجانب هذا بلاي، غادي تصنتوا عليها واش عجباتكم. انا ما عندي لاش نصنت دابا، انا غادي ندير معكم لا فيديو ديالي مباشره، غادي نضغط على الاغنيه الاولى مثلا وغادي نضغط على اضافه. اضافه صافي، هي الاغنيه ديالي مزيان، هي هذيك ضفتها لهذا لا فيديو هذا. دابا من بعد ما ضفت الاغنيه اللي بغيت نبدلها بالاغنيه التركيه، فغادي نمشي مباشره هنا الفوق ندير حفظ. هل انت جاهز لاستبدال الاغنيه؟ قد تستغرق هذه العمليه بعض الوقت، وبعد استعمال المقطع الصوتي الذي تمت المطالبه به سنعدل اي قيود مرتبطه بالمشاهده او تحقيق الربح. ستظل النسخه الحاليه من الفيديو الخاص بك ظاهره للمستخدمين الى ان تتم معالجه التعديلات. هنا يعطوك بان بانك واش متاكد يعني باغي تغيرها، هذه احنا بغينا نغيروها، وقالوا لك بان هذه العمليه تقدر تاخذ شويه الوقت. دابا كاينين الناس اللي غادي يديروا حفظ وغيمشيو ليوتيوب ويلقاو مازال عندهم حقوق الطبع. هاد القضيه هادي ما تسوقوش ليها، واخا عندكم حقوق الطبع فيها عاد تسناو، حيت هنا كتاخذ العمليه بعض الوقت، يكونوا مؤخرين شويه عاد كيحيدوا ديك الموسيقى. دابا غادي ندير حفظ وصافي. دابا غتاخذي شويه الوقت، غادي نحبس معكم لا فيديو من تغير الموسيقى، غادي نوليو نشوفوا لا فيديو انا وياكم مباشره. بعيني الفيديو ديالي ها هو صافي تحط ليا في اليوتيوب. غادي تلاحظوا معايا كاملين، غادي تمشيو لداك السام اللي كان فيه ضاربين على السام تيليشارجي. شنو غادي تلاحظوا معايا؟ صافي تحيدات حقوق الطبع والنشر، تحيدات الاغنيه التركيه، وداروا لي الاغنيه اللي بدلتها. هانتوما لاحظوا معايا، غادي نخدم معكم لا فيديو. الا لاحظتوا معايا الفيديو ديالي صافي ها هو، ما حذفتوش من اليوتيوب، وفي نفس الوقت تحيدات منه حقوق الطبع والنشر. هذه هي الطريقه اللي كنت باغا نوصل لكم، هذه هي النتيجه اللي بغيت نحصل عليها معكم مباشره، واخا كنت طولت واحد شويه، ولكن باش تشوفوا معايا مباشره هذه هي الطريقه اللي غادي تجيكم سهله. تبعوا فقط المراحل اللي درت انا، واكيد ان شاء الله غادي يبقى لكم الفيديو ديالكم، وغادي يبقى ليكم، غادي يبقاو السويعات ديالكم، وكذلك ما تضيعوش في الفيديو اللي صايبتوا ليه المونتاج. كانت هذه الطريقه اللي كنستعمل انا، وسولتني عليها واحد الاخت، وقلت علاش لا ما ردتش عليها بهذا الفيديو هذا. كنتمنى لكم التوفيق والنجاح، وتوصلوا المبتغى ديالكم، تحققوا جميع الشروط ان شاء الله يا ربي. واي سؤال
أي مساعدة نقدر نديرها فمرحبا وألف مرحبا. السلام عليكم.